اوكي، بعد سلسله الايفون اللي حكينا عنها بالفيديو السابق كان لازم نحكي عن الايباد وسلسله الايباد اللي راح تكون متوفره هاي السنه. ايباد برو 12.9 انش مع ماج سيف، ايباد برو 11 انش مع ميني ال اي دي، ايباد اير مع ميني ال اي دي، ايباد 10 مع شاشه اكبر، وايباد ميني ممكن وممكن لا بسنه 2022. كل هذا واكثر راح نعرفه بهذا الفيديو، وشكرا على 10,000 متابع بهاي القناة. إذا تحبون تشوفون أكثر، كل اللي عليكم تسووه إنه تشتركون بالقناة وتسوون لايك حتى نبلش الفيديو. أوكي، وراح نبلش بالآيباد إير اللي من المتوقع هذا الآيباد هو يكون الأول اللي راح تطرحه أبل هاي السنة بسنة 2022، لأنه في العام الماضي مثل ما نعرف ما طرحت أبل في العام القبل طرحتها في مؤتمر الخريف. من المتوقع جدا إنه راح نشوفه في مؤتمر الربيع اللي راح يكون بين الشهر الثالث والشهر الرابع، أول آيباد لسنة 2022. شنو الأشياء الجديدة اللي راح نشوفها بهذا الآيباد؟ هذا الآيباد راح يجي بنفس الديزاين مثل ما نعرف إنه هو أصلا ديزاين محدث، شاشة متكاملة، حواف حادة، يدعم الأبل بنسل الجيل الثاني، وكل الشغلات الاخرى اللي يدعمها مع البرو ال11 انش، لانه اثنيناتهم تقريبا يجون بنفس الحجم 10.9 او 11 انش، ماكو فرق بيناتهم تقريبا. الشيء الحلو بهذا الايباد انه يجي بنفس حجم البرو 11 انش لكن بمزايا خفيفه، ومن ضمنها الالوان اللي متوقع جدا هم انه نشوف الوان جديده مثل بالعاده ما نشوف ويا الايفون العادي، الايفون 13، الايفون 12، الايفون 11، كلها اجت بالوان مختلفه. الشيء المتوقع جدا انه نشوفه ويا هذا الايباد اللي هو الميني ال اي دي، مثل ما نعرف انه الايباد برو ال 12.9 انش الوحيد اللي يحمل الميني ال اي دي، ال 11 انش ما اجت به، لكن المتوقع انه ابل تضيف الميني ال اي دي لكل سلسله الايباد ما عدا الايباد العادي او الكلاسيكي الرخيص اللي سعره 330 دولار. الميني ال اي دي تعطيك امكانيه حلوه جدا في مشاهده المحتوى، اكيد هاي التكنولوجيا رائعه جدا، اذا ابل طبقتها على كل سلسلة الايبادات مثل ما قلنا اكيد هذا الشيء راح يضيف تجربة رائعة في مشاهدة المحتوى على هذا الايباد، وهاي الشاشة اكيد راح تكون خرافية، لانه ميني ال اي دي هي عبارة عن اولد بدون مشاكل الاولد اللي تعطيك الوان كلش حلوة، سوادات كلش غامقة، بنفس الوقت ما راح تتعرض للمشاكل اللي راح تتعرضها شاشات الاولد من ضمنها الاحتراق او السطوع المنخفض، لانه من اكيد متوقع تجي بسطوع عالي او كافي جدا انه تشاهد عليها محتوى حتى لو كان خارج المنزل. الشيء الاخر اللي راح نشوفه اكيد هو راح يكون معالج جديد، لكن الحديث هاي راح يكون الاي 15 بايونيك او الاي 16 بايونيك اللي راح يكون في الايفون القادم. من المتوقع جدا انه اذا طرحته ابل في مؤتمر الربيع راح يكون الاي 15 بايونيك، واذا قررت تطرحها في مؤتمر الخريف او في مؤتمر الصيف فاكيد راح نشوف الاي 16 بايونيك. شيء اخر متوقع اشوفه اكيد راح يكون الفايف جي، وغير هذا اكيد راح نشوف كاميرات جديده، خصوصا انه معظم السلسله الاخيره حصلت على كاميرا جديده، من ضمنها كاميرا السيلفي اللي راح تكون بها خاصيه السنتر ستيج والكاميرا الواسعه جدا اللي تعطيك تصوير جدا رائع خصوصا في المكالمات الفيس تايم. اوكي، هسه نجي للايباد برو اللي هو اكثر ايباد تنتظروه، اكثر ايباد ينتظره الجمهور، اللي هو الايباد المتكامل، الايباد اللي بيه كل المواصفات الرائعه، الايباد الغالي همينه. الايباد برو 12.9 انش في العام السابق حصل على ميني ال اي دي، لكن ال 11 انش بقى يستخدم نفس الشاشه. من المتوقع جدا انه الايباد 11 انش همينه هاي السنه راح يحصل على ميني ال اي دي، والفروقات تكون بيناتهم هو مجرد الحجم لا اكثر، حجم الشاشه وحجم البطاريه. بالنسبه لي انا افضل انه اختار الايباد 11 انش على 12.9 اللي راح يكون حجمه مبالغ به، طبعا هذا رايي الشخصي، على انه تكون المواصفات بين الاثنين متشابهه، ماكو فرق مثل ما قلنا، فقط حجم الشاشه وحجم البطاريه. من المتوقع انه ابل تحتفظ بالديزاين او بالديزاين لانجوج، لكن راح تغير بعض التغييرات البسيطه اللي من ضمنها مثل ما سمعنا انه راح يكون اكو ظهر زجاجي، او على الاقل انه راح يكبرون اللوجو اللي موجود بظهر الجهاز اللي هي التفاحه، وبنفس الوقت يغيروها الى زجاج حتى يعطيك الماكسيف، لانه هذا هو الشيء الثاني اللي تم تسريبه او تم الحديث عنه، انه يقولون انه مع الايباد برو راح تكون اكو شحن لاسلكي او شحن ماكسيف. هل هذا الشحن راح يكون مثل الايفون انه بظهر الزجاجي اللي راح يلصق عليه الماكسيف، او هل راح يكون على شكل كيبل مثل ما اجى ويا الماك بوك برو الماكسيف القديم مثل ما نعرفه؟ فهذا الشيء غير دقيق لحد الان، اكو معلومات متضاربه. بالنسبه لي ما اشوف انه هذه اضافه مهمه لهذا الايباد، لانه هذا الايباد تقريبا متكامل المواصفات. اعتقد انه هذا الشيء لو نفذته ابل فهي اكيد انه خلاص انتهت من كل الخيارات، ما عاد اي خيارات، حتتقدم لك ايباد احسن من العام الماضي، لانه هي اصلا اعطتك ايباد متكامل في العام الماضي. الشيء الثاني اللي متوقع نشوفه هم راح يكون المعالج الجديد اللي هو الام 2، بالعام الماضي مثل ما نعرف حصلنا على الام 1، فمن المنطق انه نحصل على الجيل الثاني من الام 1 اللي هو راح يكون الام 2، لكن المشكله هو في توقيت طرح هذا الجهاز، لانه ابل ما اتوقع راح تطرح هذا الجهاز في مؤتمر الربيع،
من المتوقع جدا انه تطرحها في مؤتمر الخريف مع الماك بوك اير الجديد اللي راح تطرحه يا الام 2. فالمساله مرتبطه في الاعلان عن المعالج الجديد، ايضا في طرح هذا المعالج مع الماك بوك اير او مع البيس لاين من اجهزه الماك، فاكيد بعد ذلك راح تطرحها مع الماك بوك برو. اذا انا اتوقع انه الماك بوك برو ما يتم طرحها في النصف الاول من هاي السنه، راح يتم طرحها في النصف الاخير من هاي السنه على اقل تقدير اللي هو شهر العاشر او التاسع. واحد من اكثر الشغلات اللي كنا نتوقع او نتمنى نشوفها هو نسخه من الماك او اس على الايباد بدل الايباد او اس، خصوصا بالنسبه للايباد برو لانه يستخدم معالج الام 1 او الام 2 بالجيل القادم. لكن الموضوع ابعد من هيك، استخدام معالج يتم استخدامه في سلسله الماك او على الاقل في البيس لاين مال سلسله الماك، هذا ما يعني انه لازم نستخدم الماك او اس بهذا الايباد. الايباد لازم يبقى ايباد والماك لازم يبقى ماك، لازم يكون اكو فصل بين هاي الجهازين وطريقة استخدام. اوكي، الايباد 10، الايباد الكلاسيكي، الايباد اللي ينتظره كثير من الناس، الايباد اللي سعره $330 اكيد هم راح تطرحها ابل هاي السنه مثل كل سنه. من المتوقع جدا انه يشوف شغلات بسيطه، من ضمنها اكيد راح يكون عندنا معالج جديد بدل الاي 13 بايونيك اللي موجود حاليا، راح يكون عندنا الاي 14 بايونيك. اضافه الى ذلك من المرجح جدا انه نحصل على شاشه اكبر 10.5 انش، هذا الشيء مهم جدا انه يتم طرحها بهذا الايباد، انه يتم تحديث الديزاين مال هذا الايباد، انه يتم تحديث الشاشه مال هذا الايباد. ممكن تكون شاشه افضل مما نعرفها حاليا، ممكن بعض المواصفات الاخرى اللي ما نعرفها حاليا غير المعالج وغير الشاشه اللي راح تكون اكبر. نتمنى نشوف انه الذاكره مضاعفه افضل مما عندنا حاليا، نتمنى نشوف انه السعر ينزل الى $300 بدل 330، وانه يكون للطلاب ارخص من $300. ومن المتوقع جدا انه يتم طرح هذا الايباد في مؤتمرات الخريف اللي راح تكون بشهر التاسع والعاشر. اوكي، الايباد ميني، لازم نعرف انه الايباد ميني تم طرحها في العام السابق بشهر التاسع، ديزاين جديد، معالج جديد، كاميرا جديده، كل الاشياء اللي تتمناها راح تكون موجوده بهذا الايباد الصغير، لكن بسعر نوعا ما اغلى. من المتوقع جدا بسنه 2022 ما راح نشوف تحديث لهذا الايباد، على الاقل راح تنتظر ابل هاي السنه، السنه القادمه ممكن نشوف تحديث جديد. من ضمن التحديثات اللي متوقع نشوفها بهذا الايباد راح تكون شاشه ميني ال اي دي، ابل تريد تطرح الميني ال اي دي بكل سلسله الايبادات اللي عندها ما عدا طبعا الايباد العشرة او الايباد العادي، فراح تعتمد كل هاي الايبادات على هاي التكنولوجيا الرائعه جدا اللي هي الميني ال اي دي. من المؤكد هم انه راح نشوف معالج جديد، امكانيات اخرى، فكل هاي الشغلات اللي نتوقع نشوفها بهذا الايباد ما راح تكون هاي السنه مع الاسف، ممكن تكون في السنه القادمه، يعني تقريبا 90% الى 95% ما راح يكون عندنا ايباد ميني هاي السنه. انتظروا السنه القادمه او اشتروا الايباد اللي حاليا متوفر، او انتظروا الايباد اير اللي ذكرنا اول ايباد بهذا الفيديو، اكيد هذا الايباد راح يكون رائع خصوصا اذا طرحت فيه ابل الميني ال اي. وهذا كل شيء نعرفه عن الايبادات اللي راح تكون متوفره عند ابل هاي السنه سنه 2022. اذا تحبون تعرفون اكثر عن بقيه منتجات ابل كل اللي عليكم سووا انه تشتركون بالقناه وتفعلون زر الجرس وتعطونا لايك لهذا الفيديو حتى نوصل الى اكثر من 10,000 مشترك بهاي القناه ونقدم محتوى افضل وافضل. سلام.